سلام احتاري كده معكم ام كامل او محمود كامل. قبل ما ابدا المقطع شباب ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اذكر الله لا اله الا الله. طبعا فكره مقطع النهارده هنجرب اغرب خدع التيك توك. طبعا انتوا يا شباب لو حابين ان احنا نكمل في السلسله دي عشان انا اول مره اجربها، اشوف الدعم منكم، فاتمنى منك قبل ما يبدا المقطع تعمل ايه؟ اكيد انت عارف هتعمل لايك اللي هو اللون الاسود هتخليه لون ازرق. اوكي يا شباب اهم حاجه تعمل لايك، وفي كلمه بقى كلمه دل عليا كده، دي دل عليا، هتروح على كلمه اشتراك تتك عليها وتعمل سبسكرايب او اشتراك وتفعل زر الجرس عشان خاطر تنضم لجيش المكمليون. وفي نفس الوقت الشباب عايزين نوصل نص مليون عشان نعمل اجمل تجمع في التاريخ يا شباب، باذن الله باذن الله، يعني ان شاء الله يكمل يعني. وبس شباب النهارده هنشوف اول خدع من خدع التيك توك، ويلا بينا نبدا، يلا بينا. اوكي دلوقتي هنشوف اول خدع. طبعا انا هبقى مركز هنا ومش هبقى مركز هنا. اوكي يلا بينا. اوكي يلا اتفرج لايك وسبسكرايب، اهم حاجه تعملوا لايك وسبسكرايب. طيب ايوه ده الفيليجر الشرير، وبعد كده جاب التشيبا والخروف ومعاه لون ازرق. الله ايه ده اتغير لونه. طب اسمعوا اسمعوا، انا اول مره اشوف الكلام ده. اوكي انا اول مره اشوف الكلام ده، ودي اول خدعه اشوفها تمام. فاحنا هنخش نجرب الخدعه دي، ولو ظبطت يا شباب هتبقى خدعه اسطوريه، بحيث ان السحر الشرير دوت بيغير الوان الخرفان. يلا نجرب، يلا بينا. اوكي يا شباب دلوقتي جينا انا ومحمد الكينج وهنجرب الخدعه الاولى. ريد نينجا دخول مفاجئ. اوكي يا شباب يلا بينا نجرب يا شباب، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا معايا زي ما انتم شايفين بيضه الخروف او البتاع اللي بتعمل سباون للخروف، ومعانا اللون الازرق زي ما هو جايب بالظبط، عشان ايه ما فيش حاجه تنقص، جايبين كل حاجه، وجايبين معانا الساحر الشرير. فبسم الله الرحمن الرحيم هنحط الساحر يا شباب، بعد كده هنحط الخروف ونلونه. اودي اوكي اقسم بالله اقسم بالله خدعه رهيبه جدا، وحرفيا اول مره اشوفها والله. عجبتني، عجبتكم ولا ايه تقييماتكم يا شباب؟ تقييم محمد الكينج 10 من 10 والخدعه الاولى بيرفكت. يلا ريد نينجا طبعا ايه رايك في الخدعه الرئيسيه الجميله دي؟ ايه رايك؟ حلوه حلوه. اوكي طبعا جميله قوي. طب استنى غير لونه تاني. هو بيقول ايه؟ بيقول نو نو نو. اوكي ليتس جو على الخدعه اللي بعدها، يلا بينا. اوكي يا شباب ودلوقتي هنجرب الخدعه اللي بعدها، فاتمنى منك اللايك عشان نكمل باذن الله في السلسله الاسطوريه دي. يلا بينا نبدا، يلا بينا. اوكي يلا ورينا كده يا حاج. دي اللي بعدها، دي الجديده بقى. ايوه جاب السلابات كده وظبطها، وبعد كده حط الستيرز، وبعد كده يا مدير راح حاطط الشاركر بوكس فوق، او انا بقول شاركر بوكس. اوكي بعد كده حط البانر ومعاه لون ابيض تمام. بعد كده نزل تحت وجاب البلاك دي يا شباب، شبه التلفزيون حرفيا، بتعملها زي التلفزيون. اوكي فاحنا هنتفرج. الله على الجمال، ظبط البانر. اوكي ايه ده وات، هو بيعمل ايه ده؟ سكيلتون ايش دخل السكيلتون؟ لا 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 ويت ويت ويت، ده لابتوب، ده لابتوب صح؟ لابتوب ازاي من غير مودات؟ انا عايز اعرف ازاي عمل اللابتوب ده من غير مودات؟ لا والديكور اسطوري جدا تمام؟ اوكي يا رب بس انا اعرف اظبطها دلوقتي وتبقى الخدعه اسطوريه. واو شوفوا يا شباب الديكور بتاع اللابتوب. صراحه انا تقييمي ليها 10 من 10 ويا ريت نجربها وتطلع صح. ليتس جو. اوكي يا شباب ما عليكم بردات الفعل والحاجات اللي انا بعملها اول مره اجرب، فان شاء الله تظبط معايا. فيلا بينا على الخدعه اللي بعدها. طبعا هو جاب الدارك وود ستيرز، اوكي عمل بيها شكل اللي هو يعني حاجه كده منظمه بحيث ان هي تبقى ترابيزه. اوكي فاحنا نحاول ان احنا نظبطها، نجيب السلابات نحطها كده. اوكي نظبطها كده، وبعد كده واحده كمان كده عشان تبقى كبيره، وبعد كده هنجيب الستيرز او الاوك ستيرز ونظبطها كده. اوكي يعني عادي، هو كاد ديكور اوكي يعني ملهاش لازمه، اهم حاجه التلفزيون يظبط معانا، وبعد كده الديكور الباقي بقى احنا نبقى نظبطه زي ما انتم عايزين وبالاشكال الحلوه. يعني احنا ممكن نشيل الويزر سكيلتون ونحط مكانها ورد او اي حاجه زي كده. اوكي فبسم الله الرحمن الرحيم هنجيب بقى الشاركر بوكس ونقوم حاطينه كده بنفس الطريقه دي يا شباب. اوكي لا استنى كده. اوكي ايوه ايوه كده، بس هنا بقى ايوه كده. الله عليك يا ام كام. شوفوا بقى اهم حاجه تجيبوا الاداه اللي هي اللي اسمها لوم دي، لان دي اللي هتظبط معاك. اوكي فهتقوم رايح عليها، بعد كده تقوم رايح حاطط اللي هي السودا دي وتحط معاها الابيض، تنزل 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 تقوم واخد اللي هي دي، بس اهم حاجه الاول تقوم حاططها تاني وتقوم جايب اللي هي مثلا اللي هي دي. اوكي مع بعض كده هيكونوا عملوا نفس شكل التلفزيون بالظبط حرفيا. هتقوم حاططها كده، بس اهم حاجه تشفت وتقوم حاططها. واو اوكي يا شباب هنجيب دلوقتي الايتم فريم، لحد دلوقتي احنا ماشيين تمام. الله الله اوكي نظبطها نظبطها، استنى ويت. اوكي
الحمد لله كده ظبطناها يا شباب، وبقت شبه اللابتوب زي ما انتم شايفين، لابتوب اصطناعي بدون مودات وبدون اي حاجه. بس اهم حاجه دلوقتي احنا عايزين نعملها مش الوزر سكيلتون زي ما هو حطها، نو نو نو، احنا نعمل حاجه احلى. احنا هنعمل ايه؟ هنجيب بتاعه الورد دي، اسمها ايه؟ هاتها يا محمد، اللي هي بتحط فيها الورد دي، انا فاكر اسمها باكيت كده. ايوه اللي بتحط فيها الورد، اوكي. وهنجيب بقى الاول، يعني احنا نظبطها من عندنا بما اني بحب اللون البنفسجي او البيربل، اوكي. هنقوم مظبطينها من هنا، هاتها، اوكي هي دي. وهات وردايه كده جميله ظريفه كده، اي ورد يعني، مش مهم وردايه حلوه، يعني اي ورد بنفسجي برضه عشان بحب البنفسجي. تقوم مكسر دي ومكسر دي، تحط دي وتحط دي وتحط الوردايه. ويت، ايوه ايوه دي، شوف استنى كسر دي، اقسم بالله تقييمكم من 10 يا شباب. شوفوا دي يا شباب، بعيدا عن اللابتوب المودات وبعيدا عن اي حاجه، شوفوا عملت لابتوب اسطوري بدون مودات، عشان تبطلوا مودات وتعرفوا ان ماينكرافت فيها كل حاجه. وليتس جو على الخدعه اللي بعدها. اوكي يا شباب، ودلوقتي هنشوف الخدعه اللي بعدها، وان شاء الله تظبط معانا وتبقى مظبوطه، عشان يبقى كده كملنا الخدعه اللي فاتت. اديها تقييم 10 من 10 وبيرفكت، لانها خدعه ناجحه جدا والصراحه عجبتني بعيدا عن المودات. اوكي يلا نجرب الخدعه اللي بعدها، ليتس جو. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما انتم شايفين حط ستيرز، اوكي، من كوارتز، اهم حاجه من كوارتز عشان الالوان تبقى مظبوطه. اوكي بعد كده اسمها ايه دي؟ احنا بقى انا بعتبرها عندنا يعني شباك، فاهمين، اللي هي تبقى حاجه مش شباك او اللي غطا، مش عارف اقولها لكم ازاي. اوكي هيعمل حوض سمك، واو، اقسم بالله اول مره اشوفها، انا حرفيا ما بجربش الحاجات دي، كل حاجه مودات، اول مره اجرب حاجات طبيعيه من ماينكرافت. حط شعاب مرجانيه، بعد كده اقفل بالجري تاني كونكريت، بعد كده سلابات كوارتز من فوق، واحلى حوض سمك يا زميلي بدون مودات. يلا بينا نجرب الخدعه دي، يلا بينا. اوكي يا شباب، ودي الخدعه اللي بعدها، وان شاء الله تظبط معانا. فبسم الله الرحمن الرحيم ونبدا. اوكي اول حاجه جاب السلاب او الاسترز، حطها طبعا انا مكبر الحوض شويه بحيث ان هو بيبقى بيرفكت اكتر وتبقى حاجه اجمل، فاهمين ازاي؟ فطبعا رياكشن وشي او كده، فما تاخدوش عليه، لان ان شاء الله يبقى في تغيير في المستقبل وكاميرا وحاجات جديده باذن الله، فادعمنا بلايك يعني اهم حاجه. اوكي فبسم الله تظبط دي كده، اوكي دي كده، بعد كده تحط شيفت، وبعد كده تعمل كده. اوكي 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 وضع مظبوط، صح عليك يا محمد، يا كينج محمد المساعد بتاعي يا شباب. ونقوم حاطين التانيه، لا يا محمد لا لا، ايوه كده، الله عليك يا ام كام. طبعا بقى اهم حاجه يا شباب، ما تنسوش الجلاس ده يتظبط، لان ده لو ما اتظبطش هيطلع لكم المايه كلها. لا 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 يا ام كامل، ايوه كده ايوه كده ايوه كده، الله عليك. لا لا، طب احنا كده دلوقتي حطينا السمك، حطينا السمك، انت حطينا ماله ده؟ اوكي يا شباب يلا بينا دلوقتي هنجيب الشعب المرجانيه، اهم حاجه الشعب المرجانيه، يعني على حسب بقى ما انت حابب بقى، الوان اشكال زي ما انت حابب. اوكي انا خدت اللي انا شايفهم شكلهم هيبقى حلو، اهم حاجه اللون الايه؟ البيربل، انا بحب البيربل جدا، البيربل جدا يا شباب. اوكي اوكي زي ما انتم شايفين، بعد كده نجيب السمك ونحط السمك. اوكي لا دي نشفت يا شباب، صح دي نشفت، لا 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 دي الشعب دي نشفت يا شباب، بس استنوا انا، لا 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 يا حاج يا حاج. اوكي ظبطتها، اهم حاجه نشيل الشعب دي ونحط شعب غيرها بيربل. اوكي وهنحط واحده زرقاء، اوكي كده ظبطت. بعد كده هنقوم جايبين سلابات بقى، مش ستيرز، سلابات، نقوم قافلينها، واهم حاجه نقفل بجري من جوه. اوكي وهنا يا شباب بقى معانا اجمل حوض سمك. اوكي طب بص النينجا بيعمل ازاي، طبعا اقسم بالله اول مره اجرب حاجه زي دي في حياتي، وكانت خدعه جميله جدا، والخدعه دي اديها تقييم 9 من 10، لان حاسس لون الازاز مش واضح جدا. اوكي بس شكلها جميل الصراحه، واتمنى انكم تجربوها في نفس الوقت، خدعتين جنب بعض شوفوا شكلهم ازاي، يبقى عندك لابتوب يبقى عندك كده يا شباب حوض سمك، واو واو واو. يلا نجرب الخدعه اللي بعدها، تبقى خدعه ايه؟ ما اعرفش، يلا بينا. دلوقتي يا شباب هنجرب الخدعه اللي بعدها، فبسم الله نبدا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما انتم شايفين جايب فينس. اوكي بعد ما جاب الفينس نزل بالفينس وحط تراب دور، اوكي اسمها تراب دور مش شباك يا عم كامل، اوكي عرفت اسمها خلاص. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ما جاب التراب دور هيعمل ايه المجنون ده؟ هيعمل اوكي اوكي هو ده اللي في بالي، صح هو اللي في بالي، هيحط قرد جوه صح، انا متاكد ان هو يحط، لا لا حط بغبغاء. اوكي والله الفكره اسطوريه، طب اقفل من فوق، اقفل من فوق، اقفل بتاع اللي فوق، ايوه الله عليك، ديم اقسم بالله ديم، الفكره رهيبه جدا يا شباب، الفكره اسطوريه، ان شاء الله نجربها وتظبط معانا. يلا نبدا، يلا نبدا. اوكي لايك، لا يا عم لايك، يا عم انت خسران ايه، حط لايك، يلا بينا نبدا.
اوكي يا شباب، طبعا دلوقتي هنجرب اخر خدعه والخدعه الخامسه، فاتمنى لو عجبتكم ما تنساش تعمل لنا لايك عشان نستمر في السلسله ديت. فبسم الله الرحمن الرحيم، اهم حاجه السبسكرايب بس، اشترك كده، خلي الزرار الاحمر ده لونه رصاصي، بعد كده تفعل زر الاشعارات، وبكده انضميت معانا اجمد جيش في المجره، جيش المكمليون. يلا بينا يا شباب. اول حاجه انا اخترت الشجره ديت بحيث ان هي تبقى مناسبه مع الديكور ده. اوكي يا شباب، فبسم الله الرحمن الرحيم هنحط اول فينس. اوكي، هي فينس واحده كفايه بحيث ان هي تبقى في العالي في المرتفع يا شباب. بعد كده نقوم جايبين التراب دور ونحطها تحت الفنس بالظبط، وبعد كده واحده كمان، لا شيفت بقى، شيفت يعني وانت نازل كده تكون مشفت، يعني بص انا اتك كده وانا مشفت واقوم نازل كده وي وي واقوم حاططها. اوكي بعد مكمل ركز. اوكي يا شباب، بعد كده تقوم رايح من الجنب من هنا وتحط تراب دور تاني، بس اهم حاجه تكون مشفت. اوكي ايوه كده، عشان تتظبط وتبقى شبه الصندوق يا شباب. يلا نروح على الخدعه اللي بعدها. الخدعه بقى احنا لسه خلصنا الخدعه، نقوم رايحين كده، اهم حاجه انا واقفين على حاجه، ونقوم متكين شيفت. اوكي اوكي ويت، لازم تبقى واقف على حاجه، اهم حاجه استنوا. اوكي لا استنى، رجع دي زي ما كانت، تقوم واقف كده وتقوم عاملها كده. اوكي وسع محمد. اوكي نايس نايس. اوكي نايس، حط بغبغاء، احط لا استنى، نبقى مشفتين صح؟ لا لا اخش جوه حاج. طب افتح دي. طيب يا عم استنى، طب استنى، احنا دلوقتي عايزين نحط بغبغاء جوه والله. يا الله يا شباب، طب هو ما عملش ده كله في المقطع. اوكي طيب اهو، استنى استنى محمد كينج ثانيه. اوكي نقوم حاطين بغبغاء اهو، جوه جوه بقى جوه، خش جوه يا حاج جوه بابا، جوه يا اخي جوه، اعمل لك ايه طيب؟ طب ثانيه، اه عشان دي محطوطه. طيب خلاص انا اسف، انا اللي غلطان. اوكي اوكي نقوم حاطين دي جوه. طب يا حاج المكان جوه والله فاضي، يعني تنور جوه، خش خش جوه خش جوه، انت ازرق، انت خش جوه خش جوه يا عم. اوكي مش عايز يخش، طب هنعمل ايه؟ طيب طب خش دلوقتي كده. طيب انا جات الفكره، عليها سنه. عليها. ايوه مش عارف، بس هو حطه كده اهو اهو، بس اقعد جوه والنبي يا عم، انت ما عندكش دم ليه؟ ماله دم؟ ما كان يقعد جوه، خلينا نخلص الخدعه. اوكي ايوه ايوه، هات السيدز هات السيدز، دول مش هيسكتوا غير بالسيدز، ما تقتلهمش هتقتلهم، سيبهم عشان حرام يا شباب، ما حدش يقتل حيوانات، احنا بنقتلش حيوانات. اوكي يلا نحط السيدز، بعد كده نحطه. ايوه وقف وقف بقى، وقف هاكلك، اقف تعال. طب ايه طيب مش ناوي ايه ده كله؟ ايه 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 ده؟ ايه ده يا شباب؟ كل الاكل كله حرفيا. طب بصوا انا اول ما احطه اقفل عليه. اوكي يلا خش جوه خش جوه. خش يا عم انت، الو اوكي خش جوه، انت كويس، انت هتخش جوه. طب بص هقول لكم على حاجه اهو، وسع حاج اهو. ايوه 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 يا عم انت دخلت، استنى ايوه اوكي اوكي ايوه اوكي اوكي خش جوه بقى يا عم، امشي امشي عشان انت بارد. اسمع عليا وانا اللي هحطها لك. ماشي ماشي ثانيه، عندنا مهمه دلوقتي شباب، ان احنا ندخل البغبغاء جوه. اوكي ندخله جوه كده، ادخله محمد. ايوه ايوه يا عم اقعد اقعد، انت ايه؟ دخله محمد تاني، حط واحد كمان، حط واحد كمان يا محمد. ايوه واحد كمان واحد كمان، بسرعه بسرعه. طب احنا هنجيب البغبغات دي كلها منين؟ بس واحد كمان يا محمد كينج، خلاص واحد اخر واحد يا محمد كينج، واحد بس يا محمد. اوكي اوكي خليك جوه، اقعد اقعد اقعد. ايوه الله 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 عليك الله عليك، اقفل سلا، انت زي ما انت قاعد، هي تتقفل هي انت لا. ايوه الله عليك، ايوه يا الله على كمية البغبغاء. بس أهم حاجة يا شباب ظبطناها مع البغبغاء ده، وبقى واقف معانا في النص زي ما انتم شايفين، وبقى شكل أسطوري. بس يعني حاسس إن هي مش بيرفكت أوي، أو أديها تقييم قليل، لأن يا شباب طولت جدا عقبال ما عملناها. فبس يا شباب كده أكون ظبطنا آخر خدعة، الخدعة الخامسة، وأتوقع إن هي أسطورية جدا. فبس اوكي يا شباب، ولو قصيتوا المقطع اتمنى يكون المقطع ده عجبكم، سعنا باحلى لايك وشير وسبسكرايب عشان نستمر في اغرب خدعه تيك توك. متشكر ليكم على الدعم اللي في الفتره اللي فاتت، متشكر على توثيق القناه، الحمد لله بفضل الله ثم فضلكم يا شباب، وثقنا القناه وداخلين على نص مليون اهو باذن الله، فانت حط لنا سبسكرايب عشان نستمر. متشكر ليكم، كان معاكم محمود كامل، ريد نينجا، محمد الكينج، نشوفكم في خدعه جايه، متشكر ليكم وبس، سي يو. مكماليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب، مكماليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة، بنعمل من الضحكة فنون، مكماليون.